شوارع مموجة وأخرى مكسرة رغم حدثة تأهيلها في النجف، بعد أن استبشر المواطنون هنا خيراً بموجتي أعمال الإكساء وتأهيل البنى التحتية التي تشهدها المحافظة، وبعد تحملهم عناء حفر الطرقات تظهر رداءتها نتيجة رداءة المواد المستخدمة بعد مرور وقت قصير. صار حفر متر، طبعا الاستبلايزر بفلوس، السبيس بفلوس، اللي خلوه جلمود بفلوس، المواد الطينيه بفلوس، نسب الحديد بفلوس، الانقاذ اللي رفعوها هذا طبعا بفلوس. هذا طبعا احكي لك عن هدر من نفذت الشركه. صدق انت شركه ما صار لها شهر كملت لها كيل، وين الشارع داس؟ هاي جريمه، هاي وين الادعاء العام؟ وين النزاهه؟ وين الرقابه؟ وين رئاسه الوزراء؟ وين اللجان المختصه بالنجف؟ مواطنون نجفيون قالوا إنهم وسياراتهم تضرروا كثيرا جراء رداءة الطرق في محافظتهم، داعين إلى فرض رقابة ومحاسبة شديدتين على الجهات المنفذة لأعمال إكساء الشوارع. قاول اليوم يطون هذا الشارع تبليط، ها من يطون هي تبليط ويط من عدة نص قيمة على مود يرسي عليهم، من يطلعهن؟ يطلعهن بالتبليط، يقوم يجيب ترابات يحطهن، يجيب شكو شغلة تعبانة يسويها. هذا الحكي مو صحيح. هسا أقل شيء تبليط، تبليط زين، مو سياراتنا تكسرت، ما يصير عنا هذا الحكي، ما يصير. طب مطبات يعني ما جاهز، تبليط جديد يعني دايس، اسرع بعد كم يوم تدوس التريلات هذا بعد مين المشي بيه؟ عرفت شلون؟ نسبه الشغل مالته يعني اكو مختبر، لازم يدخل مختبر هذا الشغل مالتهم، يعني هذا 30% ما طالع هذا. غياب الخبرات وشركات الرصينة في تأهيل مشاريع النجف أمر يؤكد مراقبون أنه السبب الأساس لرداءة التنفيذ هنا، داعين إلى عدم هدر أموال المحافظة في مشاريع تتهرأ في الشهر الأول من عمرها. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.